اريد اخذ هذا الفيديو، هو ما له علاقه بالموضوع بس اريد اخذ هذا الفيديو، اريد اذكر الناس بموضوع. اعطوني الفيديو. الولايات المتحده والمدنيين فاننا نقترب كثيرا من هذه النهايه. شكرا جزيلا. منتظر الزيدي. اذكرك بي. منتظر الزيدي. اذكرك بي قحطان. راح تحاكم المالكي على هذا الموضوع؟ واحدة من ما اريد احكيها. انت ايش قد تقلوك؟ انا عندي هاي الاعتقال، اعتقال امر ثاني زميل العزيز. واحنا حتى لا عفوا ناخذ مثل ما تقول حصة الضيف الكريم بالحديث، ولكن انا من الناس عندي تقرير طبي بالتعذيب اللي جرى علي لثلاث ايام. ثلاث ايام من التعذيب والتكسير والاغراق بالماء والكيبلات، وتقرير طبي كامل عن كسر اسناني وانفي وقدمي. وهو يخرج على الاعلام يقول لهم انا ما نمت الا لما نطيته عشاء وطيته بطانيه. هو بالفعل جت يعني بطانيه. يعني المالكي كذب على الراي العام عنك؟ طبعا، وانا قلتها اول ما خرجت انه كذب على الصحفيين، كانوا كل الصحفيين موجودين بما فيهم السيد مصطفى الكاظم حينما كان صحفي في ذاك الوقت، وقال انا لم انم الا ان اطمنيت عليه ودزيت له بطانيه، وانا والله اشهد البطانيه شالوني بيها قد ما مكسرين. يعني هو صادق دز لك بطانيه تريد بيش يشيلوك؟ فانا وحده من عندهم. يعني انت راح تحاكم المالكي على هذا الموضوع؟ طبعا انا منتظر بس ما يحصل منصب ويبقى مواطن اعتيادي، اول دعوه انا ارفعها عليه. بس انا هسه تعرف هم يملكون الدوله العميقه ويملك حصانه، وين ما تروح يقولوا لك يابا احنا نخاف، حتى محامين يخافون من الموضوع.